بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير ويا رب تكونوا بأحسن حال. احنا خلصنا الكونكتيف تيشو سيلز وداخلين على الكونكتيف تيشو فايبرز. خليني اقول لك المحاضرة دي هي اللي هتخليك تخلص المحاضرة الجاية في لا شيء، لأن المحاضرة الجاية ما هي إلا أنواع الكونكتيف تيشو اللي معتمد أصلا على الفايبرز. وبالتالي ركز قوي 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 النهارده، هتلاقي نفسك الدنيا زي الفل المحاضره كده. طيب احنا عندنا الكونكتيف تيشو فايبرز ثلاث انواع كونكتيف فايبرز. عندي الكولاجينوس والايلاستيك والريتيكولر. تاني، كولاجينوس كونكتيف تيشو فايبر، ايلاستيك كونكتيف تيشو فايبر، والريتيكولر كونكتيف فايبر. بص، الكولاجينوس ده بيتكون من كولاجين، والكولاجين هو أقوى أنواع الكونكتيف تيشو، أقوى نوع، the most rigid, the most powerful connective tissue fiber والكولاجين. خلاص، لما أقول لك إن الحاجة دي تتكون من كولاجين تعرف على طول إنها حاجة قوية جدا. ماشي؟ طيب، واحدة واحدة كده هنقارن ما بينهم من حيث السايت والأورجين، يعني هما موجودين فين وطلعوا منين، الـ LM والـ EM والفانكشن بتاعتهم. كويس؟ اول حاجه اللي هو الايه، كولاجينوس، السايت بتاعهم مكون فين او موجود فين، انا اسف، ده موجود في تقريبا كل انواع الكولاجين او معظم انواع الكولاجين. الاوريجين يعني الكولاجينوس فايبرز دي طلعت منين او هلاقيها فين او مين اللي بيطلعها. فاكر خليه كان اسمها الفايبروبلاست اللي كانت بتكون الفايبرز اللي كانت جنب اليو ام سي على طول، دي بتكون كولاجينوس فايبرز. الكوندروبلاست، كلمة كوندرو يعني كارتلج، يعني غضاريف، يعني هي نفسها الفايبروبلاست بس في الغضاريف. فكما قلنا في سبيشال كونكتيف تيشو اللي هو الكارتلج والبون والبلاد والليمف، فالفايبروبلاست اللي موجودة في الكارتلج اسمها كوندروبلاست، والفايبروبلاست اللي موجودة في البون اسمها اوستيوبلاست. قلت لك قبل كده كلمة اوستيو يعني عظم يعني بون. فالاوستيوبلاست والكوندروبلاست والفايبروبلاست دول كلهم بيكونوا كولاجينس. تعال على الإلاستيك، ومن اسمه ايه؟ اسمه إلاستيك. يعني ايه إلاستيك؟ يعني أستيك، يعني بيروح ويجي. يعني مثلا الأستيك بتاع الفلوس ده شده يشد معك سيبه يرجع معك، شده يشد معك سيبه يرجع معك، فهو إلاستيك، بيعمل استريتش ويرجع تاني. بس واحدة من أهم مميزاته انه قوي جدا، يعني أنا مش لما شده كده يقوم جاي مقطوع، لا ده هو قوي استريتش، إلا بقى لو في قوة عنيفة، بس هو استريتش يقدر ان هو يتمدد معاك كويس جدا. كويس؟ فالإلاستيك فايبرز ديت بتتميز بانها بتعمل ستريتش، هي وظيفتها انها تعمل ستريتش بس في نفس الوقت هي باورفل برضه، هي قويه برضه. خلاص، يعني الاثنين مع بعض، يعني هي ستريتش ولكنها ايه؟ ولكنها باورفل برضه، ولكنها قويه برضه. هلاقيها فين؟ هتلاقيها في الليجامنتس. مين هو الليجامنت؟ اللي هو الرباط. الرباط اللي هو انا عندي عظمه وعظمه ومنجمعين مع بعض عند مين؟ عند جوينت، عند مفصل. فاللي يربط ما بين العظمه والعظمه هو ليجامنت، هو رباط، زي الرباط الصليبي اللي هو انا عندي رباط صليبي امامي ورباط صليبي خلفي، صح، وفي رباط خارجي باين ورباط داخلي من جوه اللي هو بتاع الركبه. الرباط قوي جدا، ده هيربط جامد ما بين عظمه وعظمه وعند مفصل، يعني حركه شديده وممكن تعمل حركه مفاجئه وممكن طبعاً الرباط ده طبعا مشكله، زي مثلا يقول لك ده جاله رباط صليبي. ليه جاله رباط صليبي؟ يعني الرباط الصليبي بتاعه اتقطع. ده معنى ان كلمه جاله رباط صليبي، الرباط الصليبي بتاعه اتقطع، اللي هو بيربط ما بين عظمه الفخذ وعظمه القصبه اللي هي التيبيا، اتقطع، مبقاش شغال، وبالتالي المفصل بقى سايب لانه العظمتين مش مرتبطتين ببعض يعني. بس في اغلب الاوقات الليجامنت ده قوي جدا 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 ويعمل ستريتش، يعني انا عايز امد رجلي قدام جامد 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 اهو. حتى هنا مثلا ما هو كل اي جوينت فيه رباط، فانا مد ايدي جامد جامد جامد، هو بيتمد معايا وبعدين ارجع جامد هو يرجع معايا عادي. عملت كده مره واحده، فانا عملت ستريتش مره واحده، هل هو اتقطع لما انا عملت كده؟ لا، ما اتقطعش. ليه؟ لان هو بيعمل ستريتش جامد ولكنه في نفس الوقت ايه؟ باف. خلاص؟ زي مثلا ليجامنت مشهور قوي اسمه ليجامنتم فليبوم. ليجامنتم فليبوم ده اللي هو مربط الغضاريف في بعض. يعني هو انا عندي غضاريف، وانا اسف،
الفقرات، الفقرات، الفقرات بتاع العمود الفقري. الفقرات دي عباره عن عظم صح كده، هو ممسك العظم دي في بعضه، ممسك العظم في بعضه. خد بالك العمود الفقري دوت لازم يبقى ستريتشبل، يعني لازم يبقى يتمدد معايا. انا عامل كده جامد 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 يتمدد معايا، جامد جامد يتمدد معايا، او مثلا انزل تحت جامد 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 يتمدد معايا صح كده. استخيل العمود الفقري دوت الليجمنتس اللي فيه كانت ناشفه، كانت ريجيد، كانت كولاجينس مثلا، كولاجين حاجه ناشفه كده ريجيد، انا عاوز اتني اعمل كده مش هعرف صح كده، عاوز انزل اوطي اجيب مش هعرف برضو. ليه؟ لان انا تقريبا عباره عن عظمه ماسكه العمود كله او ماسكه ظهري كله، فانا مش عارف اتنيها، مش عارف انزل كده، مش عارف اعمل كده مثلا، ما بعرفش اعمل، مش عارف حتى اعمل كده. ليه؟ لانها مش ستريتشبل معايا. عشان كده الليجمنت اللي ماسك الفقرات هو الاستيك مش كولاجينوس زي الليجمنت في ليفو، هوريك صورته حالا. ده شرح الحصه اللي فاتت. زي مثلا ده، بص خلينا نروح له. ده طبعا الايبيثيليوم مالناش دعوه بيه. هنروح لليوتيوب الايمجز الكونكتيف تيشو. بص مثلا ده، شايف انت، شايف انت ده قطاع كده في العمود الفقري، فدي عظمه اهي شايفها، ده الجسم بتاع الفقره شايف. شايف بقى كل الابيض ده، كل ده كده عباره عن ايه؟ عن ليجامنت. شايف ده، ده كده شايفه اللي هو ده، ده كده الليجامنت فليفر اللي انا بقول لك عليه. طبعا هو ممتد بقى كله، يعني هو ممتد ما بين كل فقره والتانيه، مش بس هنا يعني، يمتد في كل الفقرات دي. شايف اللي هو ده، ده اسمه اسمه ليجامنت فليف. بلاش يعني مثلا شايف ده، ده ليجامنت تاني اهو، تمام. ده ما بين برضه العظمه والعظمه، بين الفقره والفقره، اسمه انتر سباينال ليجامنت، يعني ما بين الفيرتبرال كول. شايف مثلا ده الليجامنت ده اللي هو اللي بره ده، شايفه؟ وده ليجامنت برضه، ده بيسموه ايه؟ ده بيسموه السوبر سباينال، السوبر سباينال ليجامنت. واخد بالك؟ تعالى ده اسمه ايه؟ ده اسمه انتيريور لونجيتيودنال ليجمنت. شايف ده اسمه ايه؟ اللي هو ده اسمه انتر فيرتبرال ليجمنت. يعني دي كلها الليجمنتس، اي ليجمنت انت عارفه هو عباره عن ايه؟ عباره عن الاستيك كونكتيف تيشو. ليه مش كولاجين؟ عشان يديني ستريتش. خلاص كده؟ في بقى الريتيكولر، والريتيكولر ده نوع مختلف شويه. الريتيكولر ده بيكون حاجه اسمها ريتيكولر كونكتيف تيشو. وده عباره عن كونكتيف تيشو بيأكت از كونكتيف تيشو، بيأكت از كونكشن. لما انا قلت لك انه بيعمل كونكت ما بين الاورجنز وبعضها، هو الريتيكولر ده. كلمه ريتيكولر يعني شبكه اساسا. يعني ان شاء الله لما يجي نتكلم بعد كده في الترمات اللي جايه، يعني هقول لك مثلا ان انا عندي الجلاند مثلا، الغده. اي غده بتتكون من حاجتين، بتتكون من كورتكس اللي هي القشره بتاعتها، وبتتكون من المدلل اللي هو النخاع بتاعها، تمام. الكورتكس دي بتتكون من ثلاث حاجات، حاجه اسمها كبسول اللي هي بتحوط عليها، وحاجه اسمها ترابيكولي وده عباره عن الكونكتيف تيشو، وحاجه اسمها ريتيكولار كونكتيف تيشو اللي هو الكونكتيف تيشو ده. الريتيكولار كونكتيف تيشو ده ثابت، يعني ده ثابت، ده موجود على طول. وساعتها ان شاء الله هقول لك ايه؟ هقول لك انه هذا الريتيكولار كونكتيف تيشو وظيفته انه يعمل ايه؟ انه يربط اجزاء الجلاند ببعضها، انه يمسك الجلاند والخلايا الموجوده في الغده دي ببعضها. خلاص ده ثابت، ده موجود على اسمه ريتيكولار كونكتيف تيشو، فده بيأكت از كونكتيف تيشو، از كونكشن يعني. ماشي كده؟ طيب تعال نشوف بالال ام. بالال ام الكولاجين لو انا جبت كولاجينيا فايبرايا واحده، يعني دخلت على كونكتيف تيشو كولاجين واخدت فايبرايا واحده بالعدد، واحده بس، هتبقى كلرلس ملهاش لون. لكن لو اخدت كده حزمه من الكولاجين هيطلع لونه ابيض. يعني انا جبت كده حزمه فايبرز كده كولاجين هيطلع لون ابيض. عشان كده الكولاجينز بنسميهم الوايت فايبرز، ان هم لونهم وايت، لونهم ابيض يعني. لو انا جيت على الالاستيك، لو اخدت واحده بس، واحده كده من الليجامنت، هتبقى كلرلس ملهاش لون. لكن لو اخدت حزمه كده من البندلز هيبقى لونها اصفر، عشان كده بيسموها اليلو فايبرز. تاني، الكولاجينس بندلز حزمه لونها ابيض، الالاستيك بندلز حزمه لونها اصفر، اليلو فايبرز، تمام. طب بالنسبه للريتيكولر، الريتيكولر دول الحقيقه ان هم برضو لو هي لوحدها تبقى كلرلس. الفكره في ايه؟ الفكره ان هم مش بيتصبغوا بالاتش ان دي،
ومال بيتصبغوا بايه؟ بيتصبغوا بالسيلفر ستيم، يعني بيتصبغوا باللي هو الصبغه اللي هي السيلفر، اللون السيلفر. على فكره اقول لك على حاجه، اي صبغه بتتصبغ باللون السيلفر بسميها ارجيروفيل. على فكره انها بكده ارجيروفيل فايبرز، يعني كلمه ارجيروفيل يعني اتصبغت باللون الايه السيلفر. خلاص. وكمان ممكن تتصبغ بالبيروتيك اسيد جاف، البي اس لو تفتكر بيروتيك اسيد جاف يعني. خلاص. طيب امال بالالكترون مايكروسكوب، بالالكترون مايكروسكوب الكولاجين فايبرز، لو انا عندي كولاجين فايبرز كده بيتكون من مجموعه من الفايبرلز، مع كلمه فايبرل تصغير فايبر، يعني فايبرايه صغيره اسمها فايبرل، وكل فايبرل بتتكون من فايبرل صغيره مايكرو فايبرل، مايكرو يعني صغير، وكل مايكرو فايبر بتتكون من حاجه اسمها ماكرو مولكيول. تاني انا عندي كولاجين ده اللي هو الكبير خالص، هقعد اصغر فيه اصغر فيه اصغر فيه لحد ما يديني فايبرل، لان هو اصلا الكولاجين ده عباره عن فايبر، فتصغير فايبر فايبرل، وفايبر تصغر تصغر لحد ما تعمل مايكرو، مايكرو فايبر يعني فايبر صغيره، فايبر مايكرو صغيره. والمايكرو فايبر في الاخر بتكون حاجه اسمها ماكرو مولكيول. يبقى اصغر حاجه خالص هي الماكرو مولكيول، واكبر حاجه خالص هو الكولاجين. امال الالاستيك، الالاستيك بتتكون من بروتين اسمه الالاستين، هو اسمها الالاستيك فايبر، فبتتكون من بروتين اسمه ايه؟ اسمه الالاستين. امال الريتيكولا برضه بتتكون من مايكرو فايبر، هي نفسها يعني. خلاص كده. يبقى تاني يا بي، انا عندي لو انا بتكلم على الفايبرز او الالياف اللي بتكون الكولاجين، عدد انواع، عندي كولاجينس وعندي الاستيك وعندي ريتيكول. الكولاجينس اللي هم موجودين تقريبا في معظم انواع الكولاجين، فايبر بلاس كوندر بلاس، كل دي كولاجينس. بالال ام كلرلس اللي هو لوحدها لكن هي لون ابيض، عشان كده سميتها الوايت فايبرز. بالاي ام كل كولاجين فايبر بتتكون من فايبر، وكل فايبر بتتكون من مايكرو فايبر، وكل مايكرو فايبر بتتكون من ماكرو مولكيول. امال الالاستيك، دول الالاستيك، وبالتالي دول موجودين في الليجامنت زي الليجامنتم فليفر او الليجامنتم نيوكي او اي ليجامنت تاني. على فكره في ليجامنت حلو قوي اسمه الليجامنتم نيوكي، عشان كان موجود في الطبعه القديمه. الليجامنتم نيوكي ده اللي هو ده، شايف اللي هو هذا الجميل، شايف دي السكالاي، دي الجمجمه، وده الفرتبرال كل العمود الفقري، شايف الليجامنت ده اللي هو ده اللي هو رابط ما بين البيز اوف السكال هي قاعده الجمجمه والفرتبرال كولم، اسمه ليجامنتم نيوكي. خلاص. ده يعني اي ليجامنت، بص يعني اي ليجامنت هيقول لك ليجامنتم كذا او ليجامنت كذا هو الاستيك كونكتيف تيشو، لونه اصفر باللايت مايكروسكوب. بدايته الميكروسكوب بيتكون بروتين اسمه الالاستين بروتين. الريتيكولار الشبكيه اللي بتكون شبكه اللي بتاكت از كونكتيف تيشو بسميها الارجيروفيل، بتتصبغ بالسيلفر ستين. خلاص كده. فانكشن، والله الوظيفه ايه؟ احنا قلنا بقى الكولاجين ده اقوى انواع الكونكتيف تيشو فايبرز، ده قوي جدا، وبالتالي زي سترونجلي ريزيست البولينج فورس، يعني دول اصلا بيقاوموا القوه الجامده. عارف زي مين؟ زي الكارتلج مثلا، ما احنا قلنا موجود في الكوندروبلاست، الكوندروبلاست اللي هي في الكارتلج، الغضاريف اللي هي موجوده عند الجوينتس عند المفاصل. يعني انت ليه في دايما كارتلج عند المفاصل؟ يعني انا عندي عضمايه وعضمايه تانية اللي هي دي مثلا، كويس، متحوطين بايه؟ بغضاريف، كارتلج موجوده هنا وكارتلج موجوده هنا، وطبعا ما بينهم سائل، صح، اللي هو السائل الزلالي ده عشان يزحلق الغضاريف على بعضها. والغضاريف دي موجوده ليه؟ عشان العظمه دي ما تحتكش بدي ويكسروا بعض، تمام. لكن اشمعنى الغضروف؟ اشمعنى النوع ده من الفايبرز؟ اشمعنى الكارتلج يعني؟ يعني كان ممكن مثلا يتحط جلد مثلا، يعني يتحط ماسلز، عضلات، اشمعنى اتحط كارتلج؟ لانه الكارتلج بيريزيست البولينج فورس، اللي عباره عن كولاجين، فقوي جدا ويستحمل. حتى لو ضغطت عليه جامد، يعني لو الجوينت ضغط جامد على الكارتلج كده، ضغط على الكارتلج ما يتقطعش بسهوله يعني. خلاص؟ فبيستحمل، بيستحمل جامد ويعيش معاك يعني ويعمر. فده كمان زي مين؟ زي العظم ذات نفسه، ما العظم ذات نفسه برده عباره عن كولاجين، في كولاجين، والعظم ده مفيش اقوى من العظم يعني. طيب. هم فليكسبل، يعني هم مرنين بس مش الاستيك، مش شبه الاستيك فايبرز.
الالاستيك بيعملوا ستريتش، بيتمددوا يعني ايزلي بسهوله كمان، ويرجعوا للاوريجينال شيب لو الاستريتش ده ريموفد. يعني ايه؟ يعني مثلا معايا الاستيك، الاستيك بشد وشد 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 وشد، بعدين لما بسيبه بيرجع تاني، بيرجع تاني وضعيته الطبيعيه. برضه هما انا كمان نفس الكلام، الليجامنت يتشد يتشد يتشد، وبعدين اول ما الضغط ده او الاسترتش ده خالص يقوم يرجع تاني للشكل بتاعه تاني. خلاص ده اللي هو مين؟ ده اللي هو الليجامنت. الريتيكولار او الارجيلوفيليك دي اللي بتعمل نتورك او الشبكه اللي موجوده في الاستروما بتاع الجلاند اللي انا قلت لك عليها، هي القشره خلاص اللي هي بتربط اجزاء الجلاند ببعضها، اللي هي بتاكت از ا كونكشن از ا كونكتيف تيشو. حلو كده؟ دي كده اللي هي مين؟ اللي هي الكونكتيف تيشو فايبرز ثلاثه، كولاجينوس والاستيك وريتيكولار. خلاص مهمين جدا جدا جدا، اعتقد سهل. طيب في عندي بس حاجه بسيطه عايز اتكلم عنها. الحاجه البسيطه عباره عن ايه؟ عباره عن الاتي، انا عندي الكولاجين اللي هي الكولاجينوس وايت فايبرز دي. احنا قلنا ان هي ايه؟ ان هي وايت فايبرز، ان هي لونها ابيض تحت الايه؟ تحت الميكروسكوب، ولكن لونها بيختلف على حسب الصبغه اللي متصبغ بيها. بمعنى انا لو صابغ مثلا العينه بتاعتي بالاتش دي هيموتوسين وايوسين، هيظهروا لونهم بينك ويفي بينك اللي هم اسيدوفيليك، يعني لونهم احمر يعني تحت الميكروسكوب. لكن لو صبغت بصبغه اسمها فان جيسن ستين هيظهر لونهم احمر برضو تحت الميكروسكوب. لو صبغت بصبغه اسمها المالوري ستين هيتصبغ لون البلو الازرق تحت الميكروسكوب. لو صبغت بصبغه اسمها الماسوري ستين هيتصبغ لون اخضر تحت الميكروسكوب. يبقى الكولاجين عشان يظهر تحت الميكروسكوب هيختلف انا صابغ بصبغه اسمها ايه. لو انا صابغ بالمالوري يبقى لونه ازرق، لو انا صابغ بالماسون لونه اخضر، لو انا صابغ بالفان جيسن لونه احمر، لو انا صابغ بالاتش ان دي لونه بينك، يعني على حسب انت صابغ بيه. تاخد بالك من دي عشان تروفوس. على فكره المالوري والماسون دول كنا اخدناهم قبل كده فين؟ كنا اخدناهم في الشابتر الاولاني بعنوان تراي كروماتيك ستينز، اللي هو الصبغات اللي هم نفس الصبغه بتصبغ ثلاث مواد مختلفه بثلاث الوان مختلفه، حتى كان ساعتها السيتوبلازم لونه احمر في الناحيتين. ارجع لمذكرتك. طيب العنوان الجاي ده هو عنوان كده تكتب عليه، يعني ممكن مثلا تكتب عليه على حسب، يعني اكتب على حسب. يعني ايه على حسب؟ يعني على حسب يتشرح في الكليه ولا لا. ما تشرحش ما تذاكروش، مش هيجي عليه سؤال. ما تشرحش ما تذاكروش، تشرحش ما تذاكروش، تشرح ذاكر، تشرحش ما تذاكروش. خلاص ما تقولش اصل انا هعمل حسابي، لا ما تشرحش ما تذاكروش. ده اسمه انواع الكولاجين فايبرز. احنا قلنا ان انا عندي حاجه اسمها كولاجينوس فايبرز. في بقى انواع للكولاجين ده، في انواع ليه. الانواع ديت بالارقام، عندي نوع اسمه تايب 1 وتايب 2 وتايب 3 وتايب 4 وتايب 5. مفيش تايب 6 تايب 7، مفيش تايب 8 تايب 9، مفيش تايب 10 تايب 11 وتايب 12. يعني 3 5 6 7 8 9 تايب كولاجين فايبرز. تايب 1 موجود في الكونكتيف تيشو العادي وفي البون في العظم. تايب 2 موجود في الهايلاين كارتليج، وده نوع من انواع الكارتليج، انواع من انواع الغضاريف، اقوى انواع الغضاريف اسمه هايلاين كارتليج، هنتكلم عنه بعدين. تايب 3 موجود في الدرمز، الدرمز اللي هي الجلد، اكتب عليها الجلد يعني. موجود في البلاد فيسلز في الاوعيه الدمويه، في الشرايين والاوردان. تايب 4 موجود في الابيثيليوم في البيزل لامينا بتاع الابيثيليوم. تايب 5 برضه موجود في البيزل لامينا بتاعت الابيثيليوم. موجود كمان في السموز ماسلز العضلات الملساء. تايب 7 موجود في الابيثيليوم. تايب 9 موجود في الكارتليج وحاجه اسمها الفيتروس بادي مالكش دعوه. طيب 11 موجود في الكارتليج الغضاريف. طيب 12 موجود في التندونز اللي هو اللي بيربط بين العضله والعظمه، تندون اللي هو كان بيتسمى الوتر، الوتر اللي هو زي وتر اكيلس كده اللي هو القوي ده، وفي السكن برضه. كويس ما فيهاش شرح، هي ما فيهاش شرح، هو كل تايم موجود في الناحيه الفوقانيه. ده لو هيجي عليه سؤال هيتقال لك الهايلاين كارتليج، الهايلاين كارتليج ده تايب 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4؟ هتقول له تايب 2. معايا؟ السكن او بلاش السكن مثلا، يعني يقول لك البون العظم
تايب 1 ولا 2 ريسيفر فتقول له تايب 1. يعني ده لو جه على سؤال. بس انا بقول لك على حسب، لانها ما بتشرحش كل سنه، فدي تاسك يعني تقول اسال الجماعه عندك في الكليه، الناس الشاطره اللي بتحضر، الناس اللي بتتابع، اسالوا الدكتوره نفسها، اقول لها هل 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 الباراجراف ده هيجي عليه سؤال ولا مش هيجي عليه سؤال؟ قالت لك هيجي عليه سؤال احفظه، مش هيجي عليه سؤال خلاص ما تحفظوش. كده يبقى احنا خلصنا الكونكتيف تيشو فايبرز. بليز ذاكروا، والله ما صعب، ده جدول، ذاكر الجدول، المحاضره الجايه هتلاقيها سهله جدا. ما تذاكرش الجدول، المحاضره الجايه صعبه جدا. يعني اتس اول اب تو يو. كده فاضل لي محاضره واحده واخلص الموديول. نتقابل المحاضره الجايه.